مرحبا بكم في بودكاست كوسموس. انا مبروك خضير ومعايا امل الصامت، واليوم تحقيقنا باش يهزكم لجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، وشعارنا في التحقيق هذايا 8 أذرع قلب واحد. باش نتناقشوا اليوم موضوع صيد الاخطبوط خارج الموسم نتاعو في ارخبيل قرقنة، وكيفاش تهدد الجريمة البحرية هذية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. منطلق الفكرة كان بمكالمة هاتفية وتبليغ بجريمة في حق الأخطبوط القرنيت اللي تتميز به جزيرة قرقنة. مكالمة هاتفية من صديقة قرقنية غيورة على البحر والتنوع البيولوجي نتاعو، تواصلت مع فريق منصة كوسموس باش تستدعاهم إنهم يحققوا في موضوع صيد صغار الأخطبوط بكميات مهولة في فترة الراحة البيولوجية. خذينا البابور، الباخرة اللي هي وسيلة الربط الوحيدة ما بين أرخبيل قرقنة وبقية العالم. مشينا باش نحققوا من المعلومات اللي جاتنا. من خلال دورة صغيرة في موانئ جزيرة قرقنة تفهم إنه القرنيت يتباع في برشا أماكن، بداية من محطة الوصول في سيدي يوسف وصولاً إلى أبعد نقطة في بورت العطاير. يخضع تنظيم موسم صيد الأخطبوط إلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 والمتعلق بتنظيم نشاط الصيد البحري، اللي حدد موسم صيد الأخطبوط في الفترة المتراوحة ما بين 15 أكتوبر إلى 15 ماي من كل عام. يرجع قرار منع صيد الأخطبوط من 15 ماي ل 15 أكتوبر في الفترة هذية لأنها فترة تكاثر الكائن هذايا، وتليها زيدة فترة نمو الصغار في المراعي غير العميقة واللي تكون أقرب للصيادين. لكن كل ما لقيناه موجود في جزيرة قرقنة يوحي بأن هناك خرق واضح لفترات صيد القرنيت، اللي هي جريمة يندد بها صغار الصيادين اللي حكاولنا بحرقة على مجزرة حقيقية بصيد كميات كبيرة من صغار الأخطبوط. أحساسي تعب في المعيشة، ما عادش نصطادو كيما قبل، ما عادش الطريقة التقليدية كيما قبل، الناس تطلب في رزقك وانت قاعد تفرج. قتلنا وفانا ان الميسرة كيما نقولوا تحلو 15 نوفمبر، احنا قبل راس العام سكرنا الميسرة وفات عنا. القرنيت ولا كونترا تو هاكا في الصيف يتباع في قرق، شكون يشدو شكون يكلمو؟ تتكلم انت تلي معدو يتركيو ري برا قوات. قابلنا البحارة من احدى المناطق واللي هما قاعدين يحسوا اليوم بنقمة وخوف من المخالفين. طلبوا منا إنه أصواتهم تتبدل، وجوههم تتغطى، وإنه نعطيهم أسماء مستعارة. مافيا صيد الأخطبوط في جزيرة قرقنة خارج الموسم متاعو تنجم تنتقم من البحارة هذوما إذا صرحوا لوسائل الإعلام أو أعلموا السلطات الرسمية. قررنا إنه نحطوا في تحقيقنا أسماء مستعارة لأنه الظاهرة ولات خطيرة، والبحارة اللي يستعملوا طرق صيد تقليدية وليت شبكات الدراين البلاستيك والكركارة تهدد مورد رزقهم الأصلي. حدثنا بعض البحارة إنهم ما عادش يرقدوا الليل بينما تواصل شبكات تهريب الأخطبوط الصيد متاعو على مرأى ومسمع من بعض ممثلي السلطات التونسية. ما اللي بدأت تدرينا وإحنا بتواصل مع السلطات وما يقول لك إحنا قاعدين نخدمه وقاعدين نطبقوا في القانون. تجي للإدارة هني بتاع الصيد البحري يقول لك أنا ما نعطي المزود كان لجماعة الصيد التقليدي والصيد الساحلي، ألا ينحي الكيس يعني كونه صيد عشوائي وينحي الدرينة اللي هي قالوا فيها قانون، وما يعطي بون المزود كان وقت اللي يشوف الفلوكة ما عليهاش حتى درينة. العامل اللي في الإدارة هذا المسؤول في الصيد البحري هو يمشي الدراين ترجع قدام مرأة من الحرس جماعة الإدارة تاع الصيد البحري، وكل شيء تعدى لبابور قرق. كان قرنيطة مسافرة تعدى من غادي، كانوا طعم القرنيطة يجي من غادي، كانوا فكرون كانوا كرعين الدجاج يجيب لك، راهم يجيب لك 10 كيلو يجيب لك بالترنط. أنا الكاميونة طالعة البابور ويثبتوهم خطرش فماش أي كاميونة تتحل ببينها، بالك عنده حراقة في وسط الكاميونة يثبتها ويشوف الطعم ويشوف الفكرون ويشوف كل شيء، سكر الباب وطلع على روحه. منه بتدخل البوابة متاع بورت صفاقس تلقى جماعة الفلاح تلقى الحارس واقف، كيش يدخلوا ما تعرفش.
تنقسم طرق ازدياد القرنيط القانونية لطريقتين، أولها عبر شبك الجر في أعماق تتجاوز 30 متر، والثانية عبر زرع القارور الفخاري، واللي هي الطريقة التقليدية يعتمدها البحارة في جزيرة قرقنة منذ مئات السنين، حيث يقومون قبل انطلاق موسم الصيد بفترة معينة بزرع الجرار الفخارية في مناطق بحرية وبعمق يحددوهما بحكم التمرس متاحهم، وهكاك تولي الجرار هذيك مسكن مثالي للأخطبوط، وهكاك يستطيع الأخطبوط النمو بالحجم المطلوب المسموح به خلال عملية الصيد وأثناء فتح الموسم. تقابل الطريقة التقليدية هذه اليوم طرق عشوائية في الصيد على غرار الصيد بالكركرة، واللي هي شبكة عملاقة يقع رميها في البحر وتصل إلى عمق 20 متر، وتعتمد أسلوب التجريف، وهو ما يتسبب في الإضرار بالحياة البحرية من أعشاب وكائنات بحرية مختلفة الأشكال والأحجام. لكن طرق صيد الأخطبوط بطريقة تقليدية ولات اليوم عاجزة أمام ما يعتمده المخربون لموسم تفريخ القرنيط بالإبحار بمراكبهم المجهزة بالدرينة، والدرينة هو اسم محلي يعني الأكياس المعدة للصيد اللي يستعملوها البحارة لصيد الحيوانات البحرية، والدرينة اليوم لصيد الأخطبوط ولات درينة مصنوعة من البلاستيك، وولاو البحارة اللي يتعمدوا صيد الأخطبوط بالدرينة يمشيوا قرب السواحل الإيطالية المقابلة لجزيرة قرقنة، غادي يفرخ الأخطبوط ويضع البيض متاعو، ولكن الصيد متاعو العشوائي خارج الموسم قاعد يهدد في البقاء متاعو. هذينا يصطادوا في القرنيط على غير وقت، يعني لو الموسم تاع القرنيط وفاق عندي مصعو فيه مداوي صعو فيه فيه ما يجيك عموخر الصابة خير ينقصوا منها طرام وآلف، فهمت؟ حاجة أخرى ولا دخلوا البلاستيك باش نصعوا القرن، ما عادش الطريقة التقليدية متاعنا متاع قبل، احنا نصعوا بمساعي ثابتة في البحر اللي هي حجرة واللي مقارورة معتاد بها بقى، معناها معروفة أكثر من حجرة، هو إنه يعملوا درين بلاستيك حطوا فيهم مفكرون ويمشيوا يتبعوا القرنيطة حتى تهاجر وتفرخ يقيموها يخليوها، وفي الصيف يتمداوا يقيموا فيها ونسيب سويت. وخلاف هذايا انتشرت الحالة هذي وبدات عند معظم البحارة اللي معظمهم همش بحارة، هم ناس دخلاء عميدان، زادة فيهم ناس دخلاء عميدان وفيهم ناس بحارة أنا سايب، معناها مزاحف في الطريق هذاك ما عادوش يحبوا يسيب، شبيك يوصلوا أنت البلاستيك هذايا فيما شكون عنده 4000 و5000 درين، والدرين الضايع متاع البلاستيك ملايين ولا في البحر، رأيت يذبهم ايش يعملوا في البحر، البلاستيك الضايع هذاك كله ايش يعمل في البحر، واللي ما تعجبوش الدرينه مقطعه يطيشها في البحر، ما ينزلش على الاقل يلوحها في البر في بلاصه نتاع بلاستيك، لا يكمل يقضي على البحر يلوحها. وبعد استعراض الحقائق هذه مع البحارة من جزيرة قرقنة، خلينا نسأل اليوم ما هي مخاطر صيد الأخطبوط في فترة الراحة البيولوجية متاعه، وهوني يجاوبنا الخبير نور منصور. النشطة بيئية أخطبوط هو عنصر مهم في التوازن البيئي البحري في بحوراتنا، مش كان في تونس ما في العالم الكل وفي البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة. تواجد الأخطبوط في السلسلة الغذائية ان تانك بريداتور يعني وجوده مهم جدا، خاطر هو يقوم بصيد عدة أنواع من الحيوانات كما سلطعون البحر، كما أنواع من القشريات، كما أنواع من الصدفيات وغيره. دونك لو فات أنه هو يكون ما عادش موجود، الأنواع هذه كتنجم تزيد بطريقة كبيرة بويسك ما عنديش شكون يأكلها ويصطاد فيها، وزيادة الأنواع هذه تأثر على وجود أنواع أخرى، ولهنا نوليو نحكيو على اختلال توازن بيئي. على ذلك كما نعرفوا كي فما أنواع متاع حوت ولا أنواع متاع حيوانات بحرية تزيد أكثر من لازم تأثر على وجود أنواع أخرى، ولهنا نوليو نحكيو على عدم التوازن البحري اللي هو يدخل فيه برشا عناصر. دونك وجود الأخطبوط في البحر مهم جدا لاستمرار وجود كائنات أخرى. صيد الأخطبوط خارج موسم الصيد متاعو جريمة تحتاج لبرشا مراجعات كبيرة من السلطات الرسمية ومن قبل البحارة أنفسهم، البحارة اللي دعا البعض منهم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين
عايشين في الظاهرة هذه. وهذه نداءات استغاثة من البحارة اللي تلاقينا معاهم، اللي قاعدين اليوم يحسوا إنه بحرهم قل خيره على قبل. الحرس وقت المسؤولين بصفة عامة، سواء في الصيد البحري ولا في وقت اللي يحبوا يطبقوا القانون، ما سهلش من تطبيق القانون أمني، وما يساعدوناش احنا باش يطبقونا بقانون بحلول. قال لك نرمي لك البلوكات ولا الدرينة متاع البلاستيك يبدلوها لنا بالكاجات متاع الداعش اللي هما نفس الشيء تو يستعملوا بهم في الصيد متاع الشوابي ومتاع القرنيط، مش قاعدين يخدموا بهم في الداعش. المراوغات موجودة أمني، والحاكم هو المسؤول باش يراقب الشيء هذا. لو كان يطبقوا القانون الناس الكل تعيش، كل اللي يمشي على ساقيه في الشط يعيش، لا عنده غزل ولا عنده حجر ولا عنده فلوكة، يدور في الشط تبارك على ساقيه يعيش لاباس عليه. القرنيطة يلقاها قدامه، الشابية يلقاها قدامه، هو على برجله. أخي ما هو عندهم رخص نتاع صيد على أقدام، لكن فاش يعمل؟ يقلع المحارة يلقى قرنيطة يلقى شابية، وناس عايشة وناس حمد ربي. تو احنا هوني في المنطقة هذه عشقون، عندنا 15 عائلة عايشين، الآخرين الكل إلهم رب. ولكن بما أنه تحقيقنا ما يحبش يغوص في الإشكالية فقط، فإنه السؤال المطروح اليوم شنية الحلول باش النجم نوقف الظاهرة هذية. هوني المدير العام للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في وزارة الفلاحة علي الشيخ السبوعي يصرح المنصة كوسموس على أبرز الحلول. فوديركو اليوم أمام الاستنزاف الكبير للثروة السمكية، نعرفوا أنه اليوم 70.4% من المخزونات السمكية بالمتوسط يوقع استنزافها، هذا حسب الهيئة العامة لمصائد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط. ما نجم نقوله كان يلزم مجهود مشترك، اللي هو اليوم قاعد يتبلور على الميدان. اليوم ثم دي ريكومونداسيون، يعني اتفاقيات تصير على مستوى الهيئة العامة بالأساس وعلى مستوى المنظمة الدولية لصون التنميات، باش نحافظوا على ما تبقى من الثروة السمكية ونحاولوا ننميوها. دونك ننميو الثروة هذه، هي واحدة من المسارات، وأن نعملوا كل ما هو راحة بيولوجية. واليوم أكبر دليل أنه الناس تحب تحافظ وتحب ترجع الثروة السمكية هو الراحة البيولوجية اللي أقرتها تونس في خليج جابس بعدما تبين في 2009 أنه المخزون قاعد يتناقص بشكل رهيب. كيف أنا كيف نقول اليوم على مستوى إقليمي، يعني كيف نقول على مستوى بين ضفتي المتوسط، ثم دوريات مشتركة بين تونس بالأساس اللي هي كانت ديما رائدة في التجارب البيلوت، يعني ليزيسي بيلوت مع الليفكا اللي هي المنظمة الأوروبية للمراقبة. واليوم قاعدين نعملوا عنا ديز انسبكتور قاعدين يخرجوا عبر دو نافير أوروبيان على المتن المراكب هذه ويقوموا بعمليات مراقبة للمراكب التونسية وللمراكب كذلك الأجنبية المالطية الإيطالية الفرنساوية. ثم حاجة أخرى اللي احنا عنا مركب أميركار اللي اليوم يقوم بعملية مراقبة على مستوى المتوسط بالنسبة لكل ما هو مخزون طن أحمر، واليوم قاعدين نعطيه في نتائج جيدة جدا على المستوى الدولي، ونعطيه في إكزامبل متاع المحافظة على الثروة السمكية مع دول الجوار ودول اللي نتشاركوا معها. عدد كبير برشا من دورات التكوينية بالنسبة للبحارة، من منابر اللي تصير على المستوى الجهات، من الجورني دانفورماسيون اللي قاعدة تصير للتحسيس بكل ما هو صيد عشوائي وبكل ما هو المحافظة على الثروة السمكية. ولكن قبل ما نسكروا معاكم البودكاست متاع كوسموس في حملتنا 8 أذرع قلب واحد اللي تهدف لحماية ثروة الأخطبوط، خلينا نفيدوكم ببعض الحلول اللي تقدمت بها كل المصادر اللي قابلناها في تحقيقنا هذي، واللي يوصيوا بالأساس بتشديد الرقابة على صيد الأخطبوط واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وتوعية المجتمع المدني بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية. المجتمع المدني ناشط اليوم في إطار التحسيس والتوعية. في وسط مدينة القراطن وفي شوارعها اتلقينا بكريم بن شيخة، واحد من أبرز النشطاء البيئيين في جزيرة قرقنة. كريم وغيره من أعضاء جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه خدموا خلال السنوات الأخيرة على برامج تحسيسية حول الراحة البيولوجية واحترام مواسم الصيد من أجل خلق التوازن الإيكولوجي البحري. وهذاك علاش كريم وغيره من أعضاء الجمعية يعولوا اليوم على حلول مستدامة من قبيل توعية الأطفال، وهذاك علاش ما تفوتش الجمعية أي فرصة من أجل توعية الأطفال إنهم ما يأكلوش القرنيط خارج موسم الصيد متاعه، وهكاكا يساهموا هم أنفسهم في حماية الثروة البحرية هذه. وهذاك علاش فريق كوسموس حب يغوص معاكم اليوم في تحقيق ينجم يكشف شبكات تهريب القرنيط واصطياده خارج الموسم متاعه، لأنه في كوسموس نقولوا على هذه الأرض ما
يستحق الحياة، ولأننا نشتغل من أجل بيئة بحرية مستدامة.